ولنقاش ملف الفيضانات في السودان في ظل تحذيرات من فيضانات أكبر، ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الخالدي. أهلا بكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بقناة الرافدين، ونشكرها على هذا الاهتمام بظاهرة فيضان النيل في السودان. العفو دكتور. حمل رئيس الجمعية السودانية للأرصاد الجوية، حمل الجهات المعنية المسؤولية لضعف الاستجابة للتحذيرات منذ أيار الماضي بأمطار في السودان وإثيوبيا أعلى من معدلها الطبيعي. كيف يفسر تأخر الحكومة في الاستجابة لهذه الفيضانات التي أدت إلى كارثة إنسانية؟ دعينا نشير في البدء إلى أن الوضع في السودان وضع سياسي، وضع الحكومة وضع انتقالي، ووضع يعني فيه كثير من التذبذب والاضطراب، علاوة على أن السيطرة على الفيضانات غير ممكن بسبب التعديات على مجاري الأنهار، بسبب العمران السكاني غير المدروس، وسبب العامل التغير المناخي الذي له تأثير كبير. يعني ليس الأمر مربوط بصورة كبيرة بالحكومة الانتقالية. كذلك أضيف إلى ذلك عدم مقدرة الدولة على تنظيم الاستفادة من روافد الأنهار الصغيرة. نعم. إلى أي مدى تقاعس المجتمع الدولي باتجاه الكارثة الإنسانية والبيئية التي يواجهها السودان اليوم؟ بالتأكيد هنالك تقاعس من المجتمع الدولي مع وجود بعض الدعومات والاجتهادات الخاصة من بعض الدول الإقليم في الجوار مشكورين عليها، لكن ليس هو دون الطموحات ودون حجم الكارثة في السودان. كارثة هذا النهر العظيم، هذا النهر الفرعاني الأفع، يمتد يمد لسانه كالأفع العظيمة، ابتلع عشرات القرى وشرد الملايين، هو ظاهرة يعني ظاهرة صعبة وظاهرة مؤلمة وظاهرة يعني كانت لها كثير من الآثار المدمرة. نعم. معظم السكان المتأثرين بهذه الفيضانات هم من السكان الفقراء والشرائح العمالية الضعيفة القادمة من مناطق النزول، هاجروا للمدن الكبيرة وسكنوا في مناطق حول الأنهار، وهي مناطق انتداب طبيعي لنهر النيل، وبالتالي النهر عند هيجانه استحوذ عليها. نعم. ما دور سد النهضة في هذه الفيضانات الحاصلة وسط تحذيرات من كارثة أكبر قادمة؟ بالتأكيد هنالك تأثير للسدود بصورة عامة ولسد النهضة بصورة خاصة. النهر النيل عليه يمكن ثلاثة من السدود الضخمة الكبيرة. نهر النيل هو يعني نهر عظيم في بلد السودان، عن قطر واسع وممتد وتجري في سبيل عشرات الانهار، وده امتداد طبيعي يعني لمنطقه البحيرات في رواسط افريقيا. هنالك نهر النيل الازرق ونهر النيل الابيض، ورواسطهم يشكلون نهر النيل العظيم. الثلاثه سدود سواء كان السد العالي او سد الخزان الرصيري او سد مروي هي يعني اقل، او سد النهضه، سد النهضه لديه تاثير كبير في عامل التغير المناخي، ويعني بعض المراقبين يتحدثون الان عن نظريه هل ظاهره الفيضان، هل كارثه الفيضان هي بفعل فاعل؟ يتحدث المراقبون على ان هنالك مؤامره، هنالك تقصير من خبراء الري في حبس او في تفريغ المياه قبل الفيضان من بحيرات السدود هذه، سواء كان سد الوطيرس او خزان النار او خزان مروي. وكذلك هنالك حديث عن هنالك مؤامره من الاثيوبيين، يعني نعم حديث عن المؤامره موجود. بعيدا عن المؤامره دكتور، بعد تصنيف السودان منطقه كوارث لثلاثه اشهر، ما مدى اهميه ارساء اتفاقيات مائيه للحفاظ على الثروات البشريه الحيوانيه والبيئيه بما فيها الثروه المائيه؟ بالتاكيد امر ارساء اتفاقيات و التعاقد على اتفاقيات واصلاح اتفاقيه مياه النيل واتفاقيه تشغيل سد النهضه امر مهم جدا. يعني كان الحديث في البدايه عن اتفاقيه تشغيل السد، بينما يتحدث الاثيوبيين الان عن تشغيل السد وعن هم يقيدون يستخدمون موضوع سد النهضه كاوراق. يعني هنالك ورقه خاصه يقيدون الموارد
يعني هم يرون دولتي المصاف مصر والسودان لديها موارد زراعيه، موارد حيوانيه، موارد معدنيه ضخمه، وان بلدهم ليس بها موارد، فيقايضون مورد الماء والكهرباء مقابل الحصول على موارد اخرى كالموارد الزراعيه، الحبوب الغذائيه، النفط الى اخره. يعني بالتاكيد الاثيوبيين يستخدمون ضد النهضه كورقه ضغط للحصول على موارد هم يفتقدونها. هل تتوقع ان هذه الكارثه ستسرع التوصل الى حلول وبناء ارضيه جديده لازمه سد النهضه؟ بالتاكيد يعني الاهتمام يعني بهذه الظاهره بهذه المتكرره الى المدى البعيد امر مهم جدا جدا لسلامه السكان، سلامه شعوب وادي النيل. يعني ينبغي ان يكون في اتفاق في مصلحه شعوب وادي النيل، سواء كان في اثيوبيا او في السودان او في مصر، في تشارك يعني هذه النعمه كي لا تتحول الى نقمه كما يجري الان. الان نعمه المياه تحولت الى نقمه، يعني مات الناس، تشرد الناس، هدمت منازلهم، ليس هنالك من يدعم. الاستجابه من المجتمع الدولي ضعيفه، يعاني اهلنا في السودان معاناه كبيره و الاهتمام قل. يعني فلا بد ان يتحرك المجتمع الدولي، لا بد من اصلاح اتفاقيه تشغيل سد النهضه، لا بد ان يجلس الاثيوبيين ويستمعون الى الكلام ويتم الاتفاق على اتفاقيه جيده لتشغيل السد للحد من هذه الظاهره المميته والمدمره. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي دكتور عبد الرحمن الخالدي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم.